أكد محمد السادة رئيس منظمة أوبك ووزير الطاقة القطري أن الدول الأعضاء ستجري محادثات غير رسمية خلال منتدى الطاقة في الجزائر لتحقيق التوازن في سوق النفط. مطلع أسبوع صعب لمستخدمي القطارات في لندن وجنوب إنجلترا بعد انطلاق إضراب من المتوقع يستمر لخمسة أيام لموظفي شركة ساذرن والتي تعتبر من أكبر مشغلي القطارات في بريطانيا. كشف الرئيس التنفيذي لناسداك دبي حامد علي عن نية البورصة إطلاق سوق للعقود الآجلة على أسهم الشركات الإماراتية الكبرى المدرجة خلال الشهر المقبل.